دخلتها من 5 سنين، كنت لسه يعني في برنامج او مجموعة الزهرات. طبعا بقى يعني انا كنت حابة الموضوع اصلا عشان كنت شايفة بنات زي كتير جدا. حبيت الفكرة اكتر ان انا كنت بتعرف على ناس جديدة، وهم كانوا معاملتهم معانا بصراحة كويسة جدا، وكمان هم علمونا، وده يعني خلاني لحد دلوقتي ابقى موجودة، وان شاء الله ابقى موجودة دايما. تكملي. احمد عندك كام سنة؟ انا عندي 15. ما شاء الله. بدأت الكشافة من حوالي 6 سنين. واول لم يعني ازاي دخلت كشافة، دخلتها لما القائد عمرو هو اللي دخلني كشافة، جه وزار مركز الشباب الحي السادس وقال يا جماعة احنا عندنا، عرض الفكرة علينا، ويعني الحمد لله يعني اهلي، وكان في اكتر من مجموعة صحابي وابائهم وامهاتهم كمان كانوا موجودين، فرحبوا بالفكرة طبعا. وكمان لما ابتدينا نشتغل فإحنا نفسنا أعجبنا بالفكرة واستمرنا فيها والحمد لله. أسألك سؤال صعب شوية يا أحمد بقى، قبل دخولك الكشافة كان أحمد عامل إزاي، وبعد دخولك الكشافة كان عامل إزاي؟ يعني أكيد اديتك جرأة مثلا، اديتك إن أنت دلوقتي ما شاء الله بتتكلم وبثقة، ويعني قولي إيه الفرق؟ هو قبل الكشافة يعني أنا كنت أول لما خلص مثلا مذاكرة، أو حتى زي ما قلت حضرتك في الصيف، أنا أول لما خلص مثلا مذاكرة كنت أول حاجة بعملها بمسك الموبايل ويعني وزهق، وتبقى زهقان برضو زي كل اللي في سنك صح؟ مفيش حاجة جديدة بقدر أعملها، وكنت برضو انطوائي، مع يعني عندي صحاب كتير. جميل. فأول لما دخلت كشافة يعني الحمد لله اعتمد يعني على النفس بقى، اعتمد على النفس، وكمان عرفت أصدقاء كتير وكل واحد بيعلم التاني حاجة، والحمد لله خدت منهم.